أن قوات الشعب المسلحة حقنا للدماء والشعب الليبي العظيم تنفيذ لإرادتك الحرة. أن قواتنا المسلحة. الانقلابات العسكرية لازمت تاريخ الدول وشكلت الوسيلة الأكثر نجاعة للاستيلاء السريع على السلطة، لكن بين نجاحها وفشلها خيط غليظ، إذا انقطع تنصب به المشانق وإذا صمد أيضا. انتشار القوات والدبابات، سيطرة على المطار والإذاعة والتلفزيون، ثم ذلك البيان الشهير الذي لا اسم له بل رقم. البيانات قد تبدو للوهلة الأولى نجاحا للانقلاب، لكن زمن البيان رقم واحد يبدو أنه ولى. في القرن الحادي والعشرين يمكن للتكنولوجيا تغيير مجرى الانقلابات خلال دقائق. قد يلجأ الانقلابيون لقرصنة المواقع الإلكترونية الحكومية وإنشاء جيش إلكتروني يوفر دعما وهميا للانقلاب وقطع الإنترنت وشل الاتصالات. آخر أخبار الانقلابات من الكابون، 5 عسكريين حاولوا الاستيلاء على مقاليد السلطة. لم يتجاوز عمر الانقلاب 24 ساعة، أفشلته حكومة علي بونغو الغائب عن البلاد. الانقلابيون تلوا البيان وانتظروا انتفاضة لم تحدث. النتيجة الأولى اعتقال 40 وهروب الخامس. النتيجة الثانية زمن الانقلابات النمطية ربما انتهى. أحمد الهادي، العربية.